تواصلت لليوم الثالث فعاليات مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية ضمن جدول منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة تحت عنوان نظام التوقيت والذكاء الاصطناعي وتم التطرق إلى عدة محاور منها نظام تسجيل الخيول قبل السباق ونظام احتساب التوقيت في سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالإضافة إلى عرض أبرز التقنيات المستخدمة في السباقات وأبرزها تطبيق قرية الإمارات العالمية للقدرة ما يساعد على تسهيل عملية متابعة الخيول خلال السباق